تحصل على هذا الغرور الذي ذكره أمجد فريد. أنا أدعو إلى مناظرة تلفزيونية عالمية إذا كان عادلان لدي رد على كل حرف وكل كلمة قالها الآن. أولا أنا لست النظام السابق، يجب عليك أنت الآن تزعم أنك سياسي، يجب أن تعرف الخريطة السياسية في السودان، ويجب أن تعرف قوى الثورة الحقيقية. أنا كنت معكم في المعتقلات، أنا كنت زائرا معكم، أنا خرجت يوم 11 أبريل، وكذلك على الأخبار أيضا يعني على ذلك، أنا لست النظام السابق حتى تقول الثورة المضادة. واحدة. الثانية، كلمة مستقلة كانت مكتوبة لكنها حذفت، وأنتم الآن تقولون مستقلة لكنكم تريدون أن تكتبوا مستقلة بطريقة جديدة، بطريقة جديدة. أنا يمكن أن أحضر لك هذه الوثيقة التي كانت مكتوب فيها مستقلة وأحضرها لك، عاملها سكرين شوت، عاملها سكرين شوت من موقعك يا سيد أمجد فريد. حذفتها مؤخرا كما انك اهو موقعي، اهو موقعي، طلعها كويس. كلمه مستقله وردت بتفاهم. طيب كمل كمل يا سيد امجد، انتم الان انتم في نقاش الان يا سيد امجد، لو تريد الطرق. الوثيقه موجوده في موقع تجمع المهنيين يا دكتور الجزولي، الوثيقه موجوده، وكلمه مستقله تم الاتفاق عليها، تم الاتفاق والنص عليها في الوثيقة الدستورية. لو سمحت يا دكتور الجزولي خلينا أوضح لك، لأنه دي حقائق. أنت بتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير حاليا بتزوير نص إعلان الحرية والتغيير نفسه، فما ممكن يا أخي. أنظر للمستقبل، أطرح برنامجك للناس. يعني على الحوار على حريات، هذا من سوء الحوار. لا تقاطعني. أولا قضايا السلام أقنع شركات في الجبهة الثورية، لا تقنعني أنا. إذا أنت قضايا السلام أدركتها، انت قلت ما فيش، انا قلت لك في موجوده. راجع الوثيقه الدستوريه الفصل رقم 15، شوفها في ولا ما في. انت لماذا تقاطعني؟ انا عشان انت بتقول كلام غير صحيح، انت بتقول كلام غير صحيح. انت يا دكتور الجزولي، عشان انا ما قاطعك، خلينا نستند الى الحقائق، خلينا نستند الى الحقائق يا دكتور. في الفصل رقم 15 من الوثيقه الدستوريه بيتضمن ترتيبات عمليه السلام. اكمل يا دكتور الجزولي سريعا لو سمحت. انا ومرحبا بالحريات التي تبشرنا بها قوى الحريه التغيير، ولا يعطيني حريه لكي يقفل كلام. انا لم اقل لم تذكر سلاما، انا قلت الاتفاق الذي ابرمتموه في اديس ابابا واتفقتم مع شركائكم في قوى في الجبهه الثوريه على تضميني في الميثاق، لم تفعلوا ذلك بشهادة عمر الدقير، بشهادة مريم الصالح. انت قلت بالنص لم ترد ترتيبات السلام. انت ما ممكن تغير كلامك في اقل من 5 دقائق، ما ممكن تغير كلامك يا دكتور في اقل من 5 دقائق. قلت لم ترد ترتيبات السلام، قلت لك وردت في الفصل رقم 15. أنا لم أقل هذا الكلام. أعيد الشريط والرأي العام الثاني سيعيد الشريط. طيب ده مع فيديو، ده مع فيديو، ما حاجة تانية. حيعيدوا حيحضروا. أنا قلت يا سيد أمجد، قلت ما اتفقتم عليه في حديث آبا من نص، أمشي أرجع حتلقى كلمة أيوه أنا ذكرتها. قلت ما اتفقتم عليه في حديث آبا من ترتيبات السلام في حديث آبا مع شركائكم في الجبهة الثورية لم تضمنوها، مكثتم مع شركائكم في الجبهة الثورية بشهادة عمر الدقير، بشهادة مريم الصادق، بشهادة نايم الشيخ. أنا لم أقل قضايا السلام، قلت ما اتفقتم عليه في حديث آبا. راجع الفيديو وستجد انني ذكرت الاصابه. طيب هذه طيب. واحده. الثانيه للاسف يعني انا اغلق هذا الحوار، وانا اعلم انه حوار ثري، لكن الوقت انتهى يعني حتى منذ 5 دقائق على الاقل، وانا اعتقد ان هذا الحوار يجب ان يكون له امتداد بشكل او باخر. على حال اشكرك دكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دوله القانون والتنميه، كنت معي عبر سكايب من الخرطوم، كما اشكر السيد امجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، كان معي عبر الأخبار الصناعية أيضا من الخرطوم.